هذا دوار تاملوت وجبل كلتي ها هو في القمة ان شاء الله غادي نطلعوا. والاخوان ورانا مازلنا في الطريق في المريراف في الدراجي نتشوفوا ان شاء الله جبال كيلتي وبدون مرشد سياحي. اذا لم يرشدك العقل والعلم فلماذا انت موجود؟ بقوا معنا باش تشوفوا الاجواء الفوق من منظر تاع جبل كيلتي ان شاء الله. والعقبه كما يقولوا صاحب الشباب العقبه صعيبه صعيبه الحمد لله حاجه ما صعيبه بالاراده والعزم. الله الله اقتربنا ان شاء الله. والاخوان احنا رانا عاد طالعين ورانا في الجرف الاخير هذا وجب الكيلتي. الله الحمد لله الله اكبر الله اكبر. تبارك الله الله اكبر. قم معنا نوري لكم الاجواء من فوق القمه. تبارك الله العقبه شويه حاده. الله 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 جبال تطوان سبحان الله. هالبلاصات تشبه عندنا في بنيه زناتي خليفه بحال ولا سميتها زناتي هذه خصها تسميها زناتي. تبارك الله الريح شويه مش كما البارح. البارح الريح طير. رانا في الطريق القمه هي القمه ان شاء الله بقى واحد 5 دقائق نوصلوها. بقوا معنا ونشاهدوا جميع المناظر. شجر الاراز تبارك الله. الحجر الخوت الحجر الحجر بالسلامة. والاخوان اخيرا وصلنا مع الاخوان ها الخوت الرزاق محمد زري وحي ومراكشي و هاهي العلماء. الريح الاخوان الريح رياح عاتية من البحر آتية. جبل كيلتي التيتود علو 1926 من 1926. الله 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 الله. هايك تطوان ها تطوان الضباب على مونتي بلانك وعلى الجبل. اخيرا وصلنا قمة جبل كيلتي. إنه ضيفنا الكريم مرشدنا انظر انظر سلام الله عليكم. فترة استراحة لاسترجاع القوة. الإخوان الريح الريح في جهة الشمال رياح 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 عاتية من البحر آتية. يا بقر يا بقر يا بقر أنتم الحيوان. والاخوان الحمد لله طلعنا للقمة والان رانا في طريق الرجوع ان شاء الله. وعبد الرزاق هو كراهي طاكي طافرة سبق لي سبق لي. والدوار تاع تملوت ها وكل تحت ان شاء الله غادي نهودو لهيها الدوار تما فين حطينا السيارة ونكملوا الطريق ان شاء الله العين الزرقاء. السلام عليكم ودمتم في رعاية الله الاخوان وشكرا على المتابعة. جبل كيلتي وبهذا المتجر ما شاء الله تبارك الله ناس الجود والكرم وتلقينا مع الجنازة. الله يرحم المرحوم الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. تبارك الله داروا لنا الخبز والبيصار كما يقولوا هما البيصارة احنا نقولوا البيصارة هم يقولوا البيصار. تقبل الله منهم الله يرحم موتاهم امين. والله العظيم هذه المنطقة تحتاج للزيارة وتحتاج للتعديل بزاف 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 يعني باش نفك العزلة.